لسه مستمرين معاكم معايا في هذه اللحظات احد نجوم النادي الاهلي هذا الموسم عمرو السوليه. مبروك يا عمرو، دوري وكاس الحمد لله. الكاس يمكن كان بعيد عن النادي الاهلي بقاله فتره، لكن رجعت النادي الاهلي قدروا في الشوط الرابع ان هم يحسموا البطوله. الحمد لله، طبعا ده مجهود اللعيبه كلها والجهاز الفني والاداريين، اللعيبه كلها طبعا عملت اللي عليها وربنا كرمنا في الاخر. الحمد لله البطوله كانت غايبه عننا بقالها فتره كبيره، الحمد لله رجعت لمكانها الطبيعي وان شاء الله نركز في بطوله افريقيا الفتره اللي جايه. الجون جه فينا في توقيت صعب جدا، اتعاملتوا ازاي مع بعض كلاعيبه وخلاص يعني كان ممكن الكاس يضيع مننا، بس الحمد لله قدرنا ان احنا مفيش لازم نحاول لحد اخر دقيقه، هو ده النادي الاهلي لازم نحاول لحد اخر دقيقه والحمد لله ربنا كرمنا بالفوز. الهدف الجاي بطوله افريقيا بقى ان شاء الله، الماتش اللي جاي ان شاء الله نركز في بطوله افريقيا وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. لسه مستمرين معاكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، طبعا فرحه عارمه هنا طبعا في استاد برج العرب. اكيد النادي الاهلي قدر ان هو يحقق فوز مهم ومطلوب جدا على فريق المصري، وايضا فوز بطوله كاس مصر. طبعا في هذه اللحظات لاعبي النادي الاهلي هيستلموا